دياب توحشتني قوي 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 يا سيدي. وانا كمان توحشتك. كيفك وكيف ولدي؟ بخير يا سيدي طول ما انت بخير. المهم دلوقت اراضيك فين؟ عمل زي الطير المهاجر، كل ليله ببياتي، كل بياتي بليلي، عمال الف وادور في بحر مالوش اول ولا اخر. يا حكمت ان شاء الله ترسلك على بر يا سيدي، البيت مالوش عازه من غيرك. تعيش يا حكمت. انا مش مصدق انك واقف قدامي دلوقت. نورت بيتك يا سيدي. المهم انت بخير بعد موت الكبير؟ مفيش خير واصل في مرارة بحلقي. حاسس روحي بتتسلت مني، حاسس الدنيا خر مبرد، شايفش قدامي واصل. ليه بس يا سيدي؟ معيش فلوس، دي حتى حصلت طاهر يصرف علي. سلامة روحك وقلبك يا سيدي، وما تشيلش هام واصل، الخير كتير والحمد لله. خد دولي. جبت الفلوس دي منين يا حكمت؟ اوعاكي تكوني بعتي. لا بعت ولا اشتريت يا سيدياب. عمك وعياله ما رديوش يدوني ايجار الارض، شيعت لهم عمي صادق بيه هو اللي جاب لي الفلوس مني. خدهم يا سيدياب خدهم، دي نصيبك من ايجار ارض ابوك الله يرحمه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل، خليكي لي يا ام منصور. وعمي الخسيس ده ليه حساب تاني معاه؟ سيبك من الكلام ده دلوقتي. المهم انا توحشتك قوي قوي يا سيدي. ايوه حاضر حاضر جايه. ها في حد عندك يا حكمت؟ حد زي مين؟ أمال إيه الصوت الخشن اللي سمعناه ده؟ قصدك إيه يا نجيب؟ هيجي منين الصوت الخشن؟ أيوة صح، إيه اللي هيجيب راجل هنا؟ هي قالت لك ها؟ عن إذنكم عاد تعبان وعايزة أريح جدتي شوية. إذنك معاكي يا غالية. يلا يا أختي مشي. يا حكمت ما فيش وقت. ايه دول؟ مفاتيح مخازن السلاح، ابويا ادالي النسخه دي في اخر نوبه جانبيه. المفاتيح دول امانه في رقبتك، وطاهر حيكون حلقه الوصل بيني وبينك. حلقه وصل ايه؟ ما فهمتش. المخازن مليانه اسلحه على اثري، لازم نتصرفوا بالبضاعه، عاوزين فلوسها قوام. وانا مالي ومال الكلام ده يا سيدي؟ انا ماليش خلق يا حكمت، انتي مراتي وسندي وستري علي، ولا ناوي تمليني يا عاد؟ انا فداك يا سيدي، بس انت عارف انا ماليش في الكلام ده. طاهر معاكي حيقول لك على كل حاجه، بس اوعي تمليه وتخليه يروح المخازن لحاله، ده مهما كان غريب ومش منيني. اللي في المخازن دي مالنا ومال عيالنا، ودي اماني يا حكمت بامنها لك. سيدي الامانه دي تقيله قوي. وانت كدها وكدود، هتوحشك قوي يا خليل. هنقعدوا كتير على الحال دي؟ الصبر يا حكمت الصبر، لازم ننطاطوا للريح شوية بدل ما نعافروا ونتكسروا. ما عاش ولا كان اللي يكسرك. كنت عارف انك أصيلة من أول يوم شفتك فيه. خلي بالك من ولدي. Thank you.
بس انت يا شهندة دلوقتي حامل في السابع يا حبيبتي، والشغل ده غلط على صحتك. سيبيها على الله يا ماما، ان شاء الله مش هيحصل حاجه. اهم حاجه دلوقتي ان انا اثبت نفسي كمحاميه عشان اعرف اصرف على الطفل اللي جاي ده. ما هو انا خايفه عليك وعلى اللي ببطنك. خلاص ما تتعبيش نفسك يا ماما، انت مش عارفاها دي دماغها ناشفه طول عمرها. بكره ان شاء الله هبقى اكبر محاميه في مصر، وتسمعوا كده صوت شهندة نجيب الهلالي وهو بيجلجل في المحاكم. ربنا ينولك اللي ببالك يا رب يا شهندة. يا رب يا ماما، يسمع من بقك ربنا. انا هقوم اجيب حاجه كلها عشان ضغط من لفه على مكاتب المحامين طول النهار. حد عايز حاجه؟ كفايه اكل يا شهندة، خلصتي اكل البيت مش لاقي حاجه كلها. يا واد. طب يا ماما انا عندي ماموريه برضو، مش عاوزه حاجه. لا استنى، عاوز اتكلم معاك كلمتين. انا عاوزك تتكلم مع اختك بخصوص سهير، لازم تبلغه انها حامل وانها على وش ولاده. والله يا ماما حاولت معاها كذا مره، انا صعبان عليا قوي الطفل اللي جاي، واللي صعبان عليا اكتر ساهر. خلاص انت لازم تقول له انها حامل يا ابني عشان نخلص ذمتنا من الله. صح. لا يا ماما مش هتقولوا له حاجه، عشان لو قلت له انا هسيب لكم البيت زي ما قلت، ومش هتشوفوا وشي ولا هتعرفوا لي مكان. يا بنتي حرام عليكي تخبي على جوزك انك حامل وتحرمي ابنك من ابوه. وهو مش حرام عليه لما راح طلقني في المحكمه ورماني زي الكلبه وما فكرش يسال عليا ولو حتى بتليفون؟ يا شهندة ما يمكن الطفل ده هو اللي يقرب ما بينكم ويصفي الامور. كلامك ده كان ممكن لو لسه ليا امل فيه، انما خلاص يا محمد هو بعني، وانا مش هشتري حد بعني. فاهم يا محمد؟ مش هشتري حد بعني. طب بس انا عايزه افهم، انت ايه اللي معصبك دلوقتي؟ يا حبيبتي فين؟ مالك؟ ماما انا تعبانه قوي يا ماما. مالك يا شهندة؟ مالك؟ انت بتقول ايه يا محمد؟ زي ما بقول لك كده، شهندة كانت حامل وبتولد دلوقتي في المستشفى، واظن من حقك تعرف ان هيبقى لك ابن. وازاي يبقى في طفل بطنها مني ومحدش يقول لي يا محمد؟ وكمان بتسيبوني اطلقها؟ انت نسيت انت عملت فيها ايه؟ وهي كانت في حاله وحشه قوي، كانت مصممه ما تقولكش. يعني هي خبت عليها 9 شهور عشان تفوت عليها فرصه ترضاها لعصمتي وخلفت شرع ربنا؟ اخوك يقتل بنتي بعز شبابها، واختك تحرمني من حفيدي، انتوا ايه؟ مش سلاطين عليا؟ ليه بتحرموني من كل حد بحبه؟ ليه؟ ليه مفتريين؟ ليه يا ظلمه منكم لله؟ انا عملت اللي عليا وجيت قلت لها عايز تروح تشوفها اتفضل، مش عاوز انتحار. الله يرحمك يا معتز يا اخويا، الله يرحمك. فعلا حبايبه كانوا كتير. شاكرين يا باشا على التسهيلات اللي انت عملتها معانا دي. لا شكر على واجب يا فندم، تحت امرك في اي وقت. متشكره جدا، انا فعلا عايزه عن الشكر. لا شكر على واجب يا مدام ايمان، ده المرحوم معتز كان اخ بالنسبه لي، واي حاجه حضرتك عايزاها وفي اي وقت انا تحت امرك. متشكره جدا. على فكره كنت هنسى، حضرتك تعرف فين ممكن الاقي المقدم حسام؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ ده المقدم حسام في السجن دلوقتي. هو ساب المكافحه وراح مصلحه السجون؟ لا يا مدام، ده اتمسك في رشوه واتحكم عليه ب3 سنين سجن. رشوه؟ يعني ايه الكلام ده؟ احنا خلاص اتطلقنا. وانا مستعد انسى كل اللي عملتيه واكتب عليكي من جديد بعقد ومهر وجداد، بس ابننا لازم يبقى في وسطنا. وانا مش موافقه على الكلام ده ولا يمكن هيحصل. اهدي يا بنتي اهدي، ده انت لسه خارجه من ولاده. عشان ده ساهر لسه شريكي. وانا مش شارياه ولا يمكن هعيش بقيه عمري مع راجل انا مش مامنه له. ما تنسيش ان انا ابو ابنك ومن حق اعيش معاه. ابنك موجود ولما يبلغ السن القانونيه ابقى تعالى خده، قبل كده هو في حضانتي وانا اللي هربيه لوحدي. شايفه بنتك وهندا؟ انت ايه يا شيخه؟ انت خاوية تفوري دمنا؟ يا بنتي عشان خاطر ابنك حاولي تنسي اللي فات. مش هقدر يا عمي، والله العظيم ما هقدر. كل اللي اقدر اقوله لكم ان ابنكم موجود، وقد ما تحبوا تشوفوه بقوا تفضلوا، وهو دلوقتي في الحضانه وانتوا ماشيين بقوا شوفوه. مع السلامه. لا مش وحش. وحش. فاكرة يا ماما المقدم حسام اللي هو كان زميل معتز؟ فاكرة ايه ماله؟ النهاردة لما رحت الوزارة سألت عليه عشان يساعدني في إجراءات معاش معتز، قالوا لي إنه اتقبض عليه وخد 3 سنين في قضية رشوة. طب وليه يعمل كده بس؟ هي دي الفكرة يا ماما، لا يمكن حسام الهلالي يعمل حاجة كده. أمال سجنوه ليه؟ أكيد مسكوه متلبس. هو ياما في السجن مظاليم يا ماما. وإيه اللي خليكي متأكدة كده من براءته؟ معتز كان بيعتبره مثله الأعلى. أنا متأكدة إنه بريء.
عموما لو هو مظلوم اكيد ربنا هيقف معاه وهيظهر براءته. يا رب يا ماما. شوفي مين على الباب. حاضر. شكرا. مين يا ايمان؟ ده بانك ستيتمنت يا حبيبتي. طيب تعالي افتحي. يا نهار اسود، انت سحبتي الفلوس دي كلها امتى؟ فلوس ايه؟ انا ما سحبتش المبلغ ده. يبقى ما فيش غيره اللي يكون عمل العمله المهببه دي كده برضه. محمد اهون عليك، ما تسالش فيا المده دي كلها. معلش يا استاذ، الواحد كان ظروفه ملخبطه شويه غصب عنك. ظروف ملخبطه ازاي يعني؟ خير؟ امك كويسه؟ لا امي تمام الحمد لله، بس انت عارف بقى ضغطها عالي والسكر بيلعبها من ساعه اللي حصل لك. واضح ان مفيش امل. كتب عليا تعاقب على جريمه انا اصلا ما عملتهاش. ربنا كبير. على فكره شاهين ده خلفت وجابت حسين. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. طب مش تقول لي يا اخي هو في خبر يفرح وفرحني؟ ما انت عارف انا بتنشا على حاجه حلوه اسمعها هنا يا محمد. طمني، رجعت لسير جوزها ولا لا؟ لا لا، مصممه ما ترجعلوش وعايزه تربي الواد لوحدها. ما تعقلها يا ابني ورجعه لها. ربنا يهديها هي كمان. تعمل ايه انت وريان؟ انا وريان سيبنا بعض. سبتوا بعض؟ قال لها فسخوا الخطوب. طبعا انا السبب. لا يا حسام، انت مالكش ذنب. ماليش ذنب؟ ده انا ماليش غير ذنب. واضح اني بقيت وباء على كل اللي حواليا. محمد رحمة ابوك، انت مصدق وعارف ان انا ما عملتش حاجه؟ ايه؟ واضح كده احسن ان احنا كلنا بندفع ثمن غلطه محدش فينا غلط. خدوا لي يا طاهر. ايه دي؟ كل ده فلوس يا سيدياب؟ ايوه مالك اتخرعت كده، خدهم تستاهلهم. ايوه بس انا ما صرفتش كل ده يا سيدياب، وبعدين ده انا لحم اكتفي من خيرك. عشان كده انا بديك الفلوس دي كلها، عشان يبقى لحم كتابك من خير وعلى طول. ربنا يخليك لينا يا سيدياب وما يحرمناش منك ابدا. وعلى راي المثل جيب السبع ما يخلاش، خصوصا لما السبع ده يعاود وتاجر في السلاح. السلاح؟ انا نفسي اعرف مين ابن الكذابه اللي قال خد من التل يختل. ده احنا ممكن ناخد كل اللي في التل ونعمل تل من اول وبديه. وليه يا طارق؟ ما بقولش حاجة، بس يعني أني الفرحة خربطت دماغي وخلتها لي كده متخربطة. طاهر إيه؟ ما عاوزانيش دلوك الدماغ المخربطة، عاوزين دماغ موزونة قوي. موزونة؟ موزونة ومتظبطة، واعتبرني ابن السعادة دماغك اليمين يا سيد الناس. صحيح يا أخي، أنا برضو قلت إزاي ظابط باشا زيك يدخل السجن عشان رشوة هايفة زي دي. 250 ألف جنيه بقى رشوة هايفة؟ آه طبعاً هايفة. ايه 250 الف جنيه قدام مستقبلي وسمعتي والاسم اللي بنيته في الداخليه؟ وناوي تعمل ايه يا باشا؟ العمل عمل ربنا عريان، حسبي الله ونعم الوكيل. يا وانا كنت متخيل ان مصيبتي دي اكبر مصيبه. ما مصيبتك انت تبقى ايه؟ لا صحيح، انت مصيبتك ايه يا سيد دولار؟ عارف مصيبتي ايه؟ مصيبتي اني قلت الحق. يعني ايه يعني؟ مش فاهم ولا حاجة. في يوم واحد صاحبي طلب مني اني ارسم له صورة صاحبته. رسمتها له. بعد ما رسمتها له راح مديني حتة حشيش، واضح ان الصورة عجبته. قلت له ما بشربش. قال لي خليها معاك، مس بيها على اي حد من صحابك. وللاسف انا زي الغايب رحت واخدها وحاططها في جيبي. وانا مروحة قابلني كمين بيفتشوني، لقوا معايا حتة الحشيش. وهما بيكملوا تفتيش لقوا في جيبي التاني 100 دولار كنت لسه راسمها. يا نهار ازرق،
يعني القضية بقوا اتنين، مخدرات وتزوير. في حظك الهباب. هو فعلا هباب. صارفين لما روحت النيابة ايه اللي حصل؟ جالي المحامي قال لي ولا تقلق، كل انواع القواضي دي بتخلص بحاجة واحدة بس، قول ان الضابط هو بيفتشك انت رفضت، واول ما رفضت راح رمي لك الحشيش ورمي لك المية دولار. عدت عليا الحاجات دي كتير. بس للاسف بقى انا رفضت وقلت الحق، واول ما قلت الحق جيت هنا على طول. نورت يا دولار. ما وريتك يا حضرة الضابط ما بقاش لعله. انا سعيده جدا ان انا هشتغل مع الاستاذ جلال ابو العزم من اكبر المحامين في البلد. الشرف ليا يا استاذه، وياريت تعتبر المكتب مكتبك، ولو عزت اي حاجه انا تحت امرك. مرسي جدا يا فندم، ويا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد الثقه الكبيره اللي حضرتك مديهالي دي. ان شاء الله، انا متفائل فيك خير. اتفضلي حضرتك على الارشيف عشان تشوفي نوعيه القضايا اللي احنا بنشتغل فيها. هتلاقي مدني وتجاري واحوال شخصيه، ولو في اي استفسار انا تحت امرك. اوكي، بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا استاذه، مع الف سلامه. زي ما بقول لك كده يا باشا، حسام الهلالي بيتاجر في حبوب الهلوسه وعامل دولاب، واللي بيساعدوه العيال الجرابيع دولار وعريال. دولاب وحبوب هلوسه؟ انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ بصراحه يا باشا انا ما شفتوش بعناية، بس في مساجين قضوا منه وقالوا لي. والله يا عيال جاي بوظ لي المساجين. اسمع، انا عايزك عينك عليه وعلى اي حاجه بتحصل وسط المساجين. عارف اني بعتبرك عين من عيوني، فاهم؟ انت تأمرني يا باشا. لعله خير ان شاء الله. طيب روح شوف وراك ايه. ماشي يا حسام هلالي. جرعية، انت مش ناوي تتهدي بقى وتبطل شغل الوساخه اللي جواك؟ مش فاهم قصدي سعادتك. ولا امور اللاوع وشغل الحورتجيه ده مش عليا، فاهم ولا لا؟ انا لا ملاوع ولا حورتجي، انت اللي فاهم ولا لا؟ ده انت مش مرتشي وبس، ده انت قليل الادب وبجع كمان. شهر حبس انفرادي، يمكن تتربى يا حسام يا هلالي. انت عامله تعملها يا عمر؟ عملت ايه بس يا ماما؟ اديني سبب واحد يخليك تسحب كل الفلوس دي من غير ما تقول لنا. البنك اللي انا شغال فيه بيدي فايده اكبر من البنك التاني، بس حط الفلوس من هنا حطيتها هنا، بس هي دي كل الحكايه. يا سلام، وطبعا لولا هي اللي قالت لك ما تقولناش، صح؟ وطي صوتك وتكلمي بالراحه يا ريت. خايف على مشاعرها؟ يا حرام يا حرام، مش عرفنا اصلا ان كلامك صح. وانا هكدب عليكي دي بس يا حبيبتي. ادينا اللي يثبت لنا الكلام ده. وانا موافق، بس ما تتكلميش مع لولا ولا نص كلمه. لا والله. حاضر حاضر يا عمر. ماما النبي ما تزعلي، تسمعيش كلامها دي. عن اذنك انا رايح اوضتي. من ساعة ما بنت الرقاصة دي جت واحنا ما عندناش غير المشاكل. انا قلبي مش بيطمن يا ايمان، حاسه انه بيكذب عليا. حاسه انه ماما طول عمره بيكذب علينا يا ماما. والله ما انا عارفه اخرة الطريق اللي ماشي فيه يا عمر. كله من العقربة اللي بره دي. استني شويه يا ماما وانا هطفشها لك. وبعدين يا ساهر، هتفضل كده ساكت على طليقتك؟ انا رايي يا جماعه نسيبها تهدى شويه، يمكن تفكر ان هي ترجع. مش هترجع يا بابا، شاهين ده عملت كده وخبت حملها 9 شهور عشان تمسك زمام الامور. خلاص ارفع بقى عليها قضيه وجرجرها كمان في المحاكم. يا سلام، واحده تخبي حملها ومش عايزه ترجع لك، ومش عايزاك كمان تستخدم حقك الشرعي ربنا حققه لك. يا ماما اللي بتقوليه ده برضه مش هينفع، لانها ولدت خلاص، وبكده يحق لها انها تقبل او ترفض تعيش معايا. يعني ايه؟ يعني عشان ترجع لي لازم يكون بمزاجها، ده غير بقى ان هجيب لها شبكه جديده ومهر جديد ومؤخر جديد. بنت اللذينة لعبتها صح قوي. يا جماعه قضيه ايه اللي احنا نرفعها؟ احنا عندنا ولد دلوقتي منها، يعني بقينا اهل، هنزود المشاكل نحط عليها مشاكل تانية؟ احنا نقعد كده نفكر مع بعض بهدوء ونشوف حل يرضي جميع الاطراف. واضح كده ان الحلول التقليديه مش هتنفع معاها. بقول لك ايه يا عاطف؟ هو احنا يعني مش اصحاب؟ اصحاب ايه؟ ده احنا اكتر من اخوات. طمنتنا الله يطمنك. بس ايه لازمته السؤال ده؟
يعني بصراحه يعني كده انا كان يعني في طلب كده نفسي اطلبه منك بس مستحي. رقبت يا شقيق. بص انا معايا 7662 جنيه وربع. كنت طمعان يعني ان انت تكملهم لي عقبال ما اقفل المبلغ واعرف اسافر. شوف يا كامل يا اخويا، انت فاجئتني وانا مش عارف اقول لك ايه. عشان خاطري يا عاطف، عشان خاطري ليك وهتاخد وعليا وهديك. اول ما هسافر هلم المبلغ وارجعهولك بالفوائد كمان. يا كامل يا اخويا، انا راجل صاحب مبدا، لا احب اسلف ولا احب استلف، وبزنس از بزنس. بزنس از بزنس. ما هو الايده في الميه مش زي الايده في دوره الميه. ده تكنيله وانت شبه الكشك. ايه اللي بتقوله ده يا صاحبي؟ انا برج مني فوق هيطير. والنعمه الشريفه، هو ده اللي حصل. هو ده الكلام اللي قاله لي المعلم شعلان لما عرضت عليه ان احنا نورط له بضاعه. ومين الناس دول اللي ادوا السلاح؟ هو في حد غيرنا في البر كله بيتاجر في السلاح؟ حاولت افهم منه، ما رضيش يقول لي اي حاجه. اسمع يا طاهر. ايه؟ عاوزك تروح لحكمت وتجرد المخازن مخزن مخزن وسلاح سلاح وما تعوقش. مفهوم؟ مفهوم. ورحمه ابويا لو طلعوا اللي في دماغي صح ما هعتقهم واصل. انت تعبت يا ست الناس ولا ايه؟ لا بخير يا طاهر الحمد لله، لكن قلبي متوغوش قوي قوي يا طاهر. دي اول مره اعمل حاجه زي دي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. جمدي قلبك امال. ان شاء الله ان شاء الله هنتمم المصلحه على خير. ربنا يسمع منك يا طاهر. بقول لك ايه يا ست الناس؟ خير. واني يعني لما احب اندهلك اقول لك يا ايه؟ قولي يا ام منصور. ان شاء الله هنتمم المصلحة على خير يا ام منصور. يا رب يا طاهر يا رب. على مهلك على مهلك يا ست هجمة. هو ده المخزن؟ ايوه. هو ماله واقف كده؟ على مهلك يا ست الناس. على مهلك على مهلك. هدية يا طاهر، حزني يا مري. فين السلاح يا طاهر؟ ده شكله اتسرب. يا شرم حبيبي اشوف هنا. شوف. يا ليلة سودي، ده مفيش ولا حتة سلاح وحدي. يا خرب بيتك يا دياب، يا خرب بيتك يا دياب. ما تعمليش في نفسك كده. الحقني يا طاهر منصور. الحقني يا طاهر. عشان يا ولدي يا طاهر. لا لا ايه ده؟ الحقني يا طاهر. ايه؟ يا ليلة سودي، ده باين انه القرن طش وهتولد الليله. استرها معايا يا رب. يا طاهر. حسام. سلمى. وحشتيني يا سلمى. انت كمان وحشتيني، بس انا زعلانه منك. ليكي حق تزعلي. انا لو كنت عرفت احميكي وادافع عنك ما كانش ده بقى حل. بتمنى الموت يا سلمى، بتمنى الموت عشان اجيلك. عايز تموت من غير ما تاخد لي حقي؟ مش انت حسام، انت اقوى من كده. القوه ليها حدود يا سلمى. انا خلاص تعبت وكسرت. تعبت يا سلمى. كل عشان تستريح، عشان تقدر تكمل، عشان تاخد لي حقي. ماليش نفس، ماليش نفس يا سلمى. مش عايز تعيش؟ مش عايز تاخد لي حقي؟ كل يا حسام، كل كل كل. تعبان يا سلمى. سلمى 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 سلمى.
استنى. يا واد ومنصور كمان وزي القمر شبهك. ألف مبروك يا أبو منصور، يتربى في عزك. يبارك فيك يبارك فيك يا ولدان، يبارك نفسي نفسي أشوفه، نفسي نفسي أضبه. أنا مش عارف أقول لك إيه يا طاهر، مش عارف أقول لك ليه. أنت من النهارده دراع اليمين. أنا ما عملتش حاجة، ده أنا ما عملتش غير الواجب، وبعدين أنا لحم كتافي من خيرك. بس هو يعني حكمة حصل لها حاجة؟ لا يا ست، حكمة بخير والحمد لله. بس فيه مخزن من المخازن اتسرق. تقول ايه؟ أنا رحت أنا والست حكمة أم منصور عشان نجرد المخازن زي ما أنت قلت، لقينا مخزن فيهم مسروق. ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى. عملوها يا العلام، عملوها. معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجرى يعمل كده. انت انا خبرهم زين. دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم. طاهر، تاخد وهدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي. مخزن الاحتياطي؟ ايوه، بس يعني انا ما اعرفش حاجة عن المخزن الاحتياطي ده. وهدان خبره زين. المخزن الاحتياطي دي كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة تشم خبر. الحمد لله على السلامة يا جنرال. الله يسلمكم يا ولاد. وحشتنا وانت في الانفراد يا فوكس. وانتوا كمان وحشتونا. طمنوني عليكم. الواد العل والواد بوب لسه بيرازوا فيكم؟ اه يرازوا فينا ونرازي فيهم، ايامه بنعديها. بيعجبني تناكتك يا واد عريان. لو لي صحيح، شكلك ابن ناس، يعني شكلك افندي، ايه اللي حدفك على السجن؟ قتلت ابويا. قتلت ابوك؟ قتلته ازاي يعني؟ قتلته بالتقسيط المريح على 25 سنة. قتلته وهو كل يوم شايف ابنه الوحيد بيتنقل بكاس من ترابيزة خضراء لسهرة حمراء. قتلته وهو شايف شاع عمره بيضيع جنيه ورا جنيه. قتلته وهو شايف شركته اللي كبرها وطلع عينه عشان تكبر وتبقى من أكبر الشركات وهي بتفلس، وهو غرقان في ديونها لغاية ما صحته راحت. قتلته لأن عيل تافه ما بيهموش إلا نفسه، يعمل أي حاجة أي حاجة عشان يرضي غرايزه مهما كان التمن. ياه، انت طلعت عيل زباله قوي يا جدع. واضح ان انا كده فعلا، بس هتعمل ايه؟ سي لافي. سي لافي؟ انت قلبك قاعد. يعني انت مش ندمان خالص انك دخلت السجن يا عريان؟ بص يا مومبي، ندمان ومش ندمان. لا معلش بقى يا مومبي، فهمها لي، يعني ايه ندمان ومش ندمان؟ اكتر حاجه حاسه في نفسي ابويا وهو بيموت قال لي انه لسه بيحبني. بعد كل اللي انا عملته فيه ده ولسه بيحبني. مش مهم انه يحبك، المهم انك تبتدي تحب نفسك عشان ترضيه في تربته. كل اللي انت قلته ده مش السبب يخليك تيجي معانا هنا. بعد ما ابويا مات لقيت نفسي مرمي في الشوارع، ما حلتيش غير كلمتين اللغات اللي بعرف اقولهم على كام بدله سنيه اقضي بيهم الحياه. اشتغلت الناس اللي حواليا ونصبت عليهم. تصدق شكلك يجيب نصاب، ونصاب شاطر كمان. اكستريملي شاطر مسيو. ونصبت في ايه بقى؟ كل حاجة بس بشياكة. I have my own style. لا رايق. لا طب ما دام انت نصاب شاطر قوي كده، ايه اللي وقعك وجابك هنا؟ شوية كمبيالات على شيكات اتلسعت ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ يبقى بصرة عريان. هونها يا رب. خير يا معلم علام.
عاوز تجابدني ليه عاد؟ اسمعي يا بنت الناس، انت لساكي نفسه ومش هطول عليكي. هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك. دياب لو ما رجعش البضاعه المخازن زي ما كانت مش هيحصل. طيب خازن ايه وبضاعتي ايه؟ انا ما خبراش، انت بتتحدث عليا. بلاش لف ودوران يا مره. انا ما بعرفش الف وادور، ولما تكوني في بيت الكبير لازم تلزم مقامك. الكبير الله يرحمه دياب دلوك هو الكبير، ولما تكون في بيته وهو في غيابه لازم تعمل له الف حساب. تبين عليك يا حويطه وهتتعبينا معاكي. وايه المطلوب مني عاد؟ زي ما ابوي قال لك كده، لو البضاعه ما رجعتش المخازن هنجيبه عليها وطيها. وانا دخلي ايه بالحاجات دي؟ وبعدين انا ما بتحداش. على اخر الزمن تيجي مره زيكي تتحدى ولاد علام؟ افهموها زي ما تفهموها، وعلى ما في خيلكم اركبوها. كده؟ ايوه كده. ماشي ماشي يا بنت الطراشنة. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله الجميع. امين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حرام على الجنرال استغفر الله. ده معنا دولار. انت ما صليتش معانا ليه؟ انا قلت ما اسيبش عريان لوحده. بس مستعبط ولا انت مالك ومال عريان؟ بصراحه جنرال اصلي ازاي يعني؟ انا مش حافظ حتى الهدف. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر يا بابا؟ الله يكسفك يا باين. يعني بترسم الجنيه والدولار والين الياباني والبني ادمين مش حافظ ايتين تصلي بيهم؟ اسمع، كل يوم تقعد معايا شويه احفظك الفاتحه وكام سوره قصيره كده تصلي بيهم. ما تقولش لحد على الموضوع ده عشان حاجه تكسف. ربنا يخليك ليا يا جنرال. انا مش عارف والله من غيرك كنت عملت ايه. ده تروح النار. ربنا يصلح حالك يا ابني. دي الفاتحه. انا حتى دي مش حافظها. قول ورايا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. لا مش الرحمن الرحيم، الرحمن مخارج الحروف مهم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يابا يابا اصحى يابا، يلا عشان تاخد الحقنة. يلا يابا اصحى، ده انت بقالك كتير نايم. يابا بابا 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 ابوي لا اله الا الله لا إله إلا الله يا رشعون.